وذلك نزولا عند طلب العديد من الأفكار الاقتصادية. On passe à la deuxième remise qui est une remise partielle. C'est une remise qui porte aussi sur les majorations de retard. اليوم والمنظم من طرف مديرية التحصيل ممثلة في قبضات مدينة الدار البيضاء في إطار يعني نشاط تواصلي الهدف منه تعريف جمهور الفاعلين الاقتصاديين والمستفيدين من التغطية الصحية بعملية التسوية الإبرائية التي وقع تمديدها بحيث أن العملية شرع في تطبيقها سنوات 2020 و2021 وتشمل يعني جمهور الفاعلين الاقتصاديين والمستفيدين من التغطية الصحية الذين بطبيعة الحال لهم بعض المتأخرات فيما يتعلق بسداد أقساط التغطية الصحية. والجدير بالذكر أن هذه العملية التي كانت جد منتظرة تمكن الجميع يعني المعنيين من الاستفادة، وهناك حالتين: الحالة الأولى الحالة العامة بالنسبة للشركات التي لها متأخرات بطبيعة الحال وتستفيد من إبراء قد يصل إلى 90% حالة الأداء الفوري أو يصل إلى 60% حالة الأداء على أقساط، ونفس الأمر ينطبق على الحالة الثانية وهي الشركات المتأثرة بشكل مباشر بتداعيات يعني أزمة الكوفيد 19، وبالتالي يعني ينصح بالاتصال في أقرب وقت ممكن بمصالح يعني صندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تحديد وضعية كل يعني فاعل اقتصادي أو مستفيد من جهة، وكذلك بالاستفادة ينصح فعلا بالاستفادة من هذه العملية الإبرائية والتي تندرج في إطار سياسة عامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تعميم التغطية الصحية اقتداء بتعليمات المولوية السامية، ومن جهة أخرى تمكين الشركات بطبيعة الحال من ضبط وضعيتهم فيما يتعلق ب يعني صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك يعني تسوية هذه المتأخرات. والجدير أن هذه التسوية هي تسوية إبرائية بحيث تمكن من يعني الاستفادة من هذا يعني هذه الإمكانية، أي يعني المطابقة الشاملة والتامة فيما يتعلق بالوضعية مع صندوق الضمان الاجتماعي، وذلك بأقل كلفة ممكنة. كيف كتعرفوا هذا اللقاء التواصلي اليوم كيجي في اطار سلسله من اللقاءات التحسيسيه اللي كيقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبالاخص مديريه التحصيل ممثله في قبضه الصندوق المتواجده بجهه الدار البيضاء. اللقاءات التحسيسيه من اجل بخصوص مقتضيات القرارين الوزاريين المتعلقين بالاعفاء من دعائر وغرامات التاخير. هناك قرار وزاري الذي يخص الفتره من 2016 وما قبل، والقرار الوزاري المتعلق بالفتره من شهر 6/2020 وما قبل. بخصوص فحوى هذه القرارين، فالقرار الاول اللي يتعلق بالفتره 2016 وما قبل فهو كتوصل نسبه الخصم من دعائر وغرامات التخسير الى 90%. اما القرار الثاني المتعلق بالفتره 2020 وما قبل فنسبة الخصم من دائر وغرامة التأخير قد تصل إلى 100%. بطبيعة الحال هاد المقتضيات ديال هاد القرارين عندها تأثير إيجابي كبير على المقاولات المدينة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحيث كيف ما شفتوا في العرض المقدم أنه غادي تكون هناك نسبة خصم كبيرة بالنسبة لدعائر وغرامة التأخير اللي غيستافدوا منها الشركات المنخرطة المدينة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.